بعد سنة على تكليف اللجنة الخماسية الإعداد لهيكلة تيار المستقبل، أعلن مقرر اللجنة أحمد الحريري انعقاد المؤتمر التأسيسي العام بعد أن أتمت اللجنة ما كلفت به منذ التأسيس الرسمي للتيار ونيل العلم والخبر قبل 3 سنوات. الحريري قال إن تيار المستقبل تيار ميثاقي ديمقراطي عروبي سيحمل على عاتقه هم المواطن في حياة حرة وكريمة وهم الوطن وحمايته. قمنا بتأليف فريق عمل مهمته كانت قراءة تجارب حركات وقوى سياسية مختلفة. بعد كل هذا الوقت كان لنا أن نقيم كل خطوة قمنا بها وكل الاجتماعات التي عقدناها والنتائج التي توصلنا إليها، وعلى هذا الأساس قرر الرئيس سعد الحريري بالاستناد إلى ما تم إنجازه عقد المؤتمر العام لتيار المستقبل في 24 و 25 من الشهر الحالي. كلمة حزب أنا هاي الكلمة ما بحبها كثير، نحن تنظيم سياسي منتشر في كل الأراضي اللبنانية. أما موضوع العائلة بالنهاية لما استلمت اللجنة الخماسية ما استلمتها عشاني أحمد الحريري، أنا استلمت اللجنة الخماسية بعد تراكم من العمل الاجتماعي اللي واعي عليه ببيت كان منفتح هذا العمل من أول موعد. العلاقة مع غير أحزاب أخذنا فيها قرار بعد الانتخابات النيابية، كان واضح قرار الشيخ سعد بفتح ومد الإيد نحو الحوار مع كل الفرقاء السياسيين. هل سينتخب المؤتمر في ختام أعماله رئيس لتيار المستقبل؟ وكيف حتكون آلية الترشيحات لرئاسة التيار؟ هلا أنت ما بتشتبه، كأنه بدنا نقول المؤتمر قبل ما يصير. هذا مش طبعا في انتخاب للرئيس، في انتخاب لمكتب سياسي، في كمان كذا شغله، يعني مش كيف بدها تصير آلية الترشيحات للرئاسة؟ حاطين لها نظام، يعني ما في هلا افسح عنه أنا، يعني نظام هذا والجلسة مغلقة يعني منا عامة. وعلق الحريري على كلام أشكنازي فرأى أن المحكمة الدولية هي عامل استقرار في لبنان، ودعا العدو إلى الارتياح والكف عن إطلاق مثل هذه التصريحات التي تهدف إلى زرع الفتنة والتي لم تعد تنطلي على أحد.